وجاء في الحقيقة ليس متخفيا، يعني الرجل كلما زار إيران وزار طهران التقى بمسؤولين وعلى رأسهم سماحة السيد القائد، ما كان متخفي ولم يأتي بالسرية. فهذه العملية الجبانة إن شاء الله لها ما بعدها حسب ما أمر سماحة السيد القائد، بأنه دماء الشهيد هنية نحن سنثأر لها. يعني استخدم عبارة قلما يستخدمها سرمد، وهي خونخواهي وليس انتقام. الثأر بالدم معناها أنه يعني استخدم عبارة تشبه بالضبط عبارة بعد استخدام في الحقيقة ترامب المسيرات القاتلة في مطار بغداد التي راح خلالها شهداء قادة النصر الشهيد سليماني والشهيد المهند أبو مهدي المهندس. ماذا قال سماحته مخاطبا في يومها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي؟ قال له: قتلوا ضيفك في بيتك. وهنا ذكر في رسالة النعي: قتلوا ضيفنا في بيتنا. وهذا في الحقيقة يكفي ما ستقوم به إيران من عملية انتقامية واختصاص لهذا الدم الطاهر الذي يمثل في الحقيقة القضية الفلسطينية، يمثل الفصائل الفلسطينية، ويمثل الوعي الفلسطيني والنضال والجهاد الفلسطيني.